السلام عليكم طلبتي، طلبة الصف الثالث متوسط. محاضرتنا رقم 5 تتحدث عن أنواع الـ types of blood circulation، أنواع الدورة الدموية. عندي بها 3 أنواع. إحنا لسه بالفصل الخامس نتحدث عن جهاز الدوران. عندي there are three main، عندي 3 أنواع رئيسية من دوران الدم بالجسم. عندي 3 دورات. الدورة الأولى اسمها systemic أو systemic اللي هي circulation، جهاز أو الدورة الدموية الجهازية، أو إلها اسم ثاني وانتبهوا الاسم المطابق خاف يجيني بالوزاري، large blood circulation أو المرادف بالإنجليزي تاخذوها زين، اللي هي الدورة الدموية الكبرى أو الدورة الدموية الجهازية. ليش اسمها هذا الاسم؟ هسه راح نعرف التفاصيل ليش. هاي الدورة الأولى. الدورة الثانية البلومينري سيركوليشن، الدورة الرئوية أو السمول بلود سيركوليشن أو الدورة الدموية الصغرى زين. والثالثة من هي ثالثة تلقوها بصفحة 50 اللي هي البروتال سيركوليشن، الدورة الكبدية البوابية أو سحلها الدورة البوابية أو البابية. راح ناخذهن هسه بهاي المحاضرة بالتفصيل. يعني موضوع محاضرتنا اليوم راح يتحدث عن أنواع الدورات الدموية. هسه الدورة الأولى اللي أين تحدث هاي الدورة؟ هاي راح تصير ما بين القلب and other body parts وأجزاء الجسم الأخرى. هي نقدر نقول ما بين القلب وأجهزة الجسم، لذا صح لها بالسيستميك. ما بين القلب وأجهزة الجسم، شوفوها الياها هنا، هاي الدورة اللي يصير يطلع من هو، يطلع الشريان الأبهر الأورتا أو الأورتاي، الشريان الأبهر، وراح يروح مختلف أنحاء الجسم. ما لكم علاقة بهذا، خلينا نقول منه للدماغ وأجزاء الجسم بالعليا وأجزاء الجسم السفلى، راح يروح مختلف أنحاء الجسم. يعني يطلع الدم من تحدث ما بين القلب، تحدث ما بين القلب وبعد غير القلب أجهزة الجسم أو other body part. هاي تحددوا لي إياها أين تحدث زين. نرجع النوب، شنو نرجع إلى الهدف الرئيسي منها، يعني وظيفتها شنو راح تكون الوظيفة بيها، شنو هي؟ هي of this circulation transport oxygen to the all body cell، راح تنقل الأكسجين لكل خلايا الجسم، and removed تزيل البوسينز السموم كربون دايوكسيد، أو شو أقول عليها كربون دايوكسيد السام from the cell. أنا هذا الكربون دايوكسيد إذا بقى بالجسم راح يسبب لي مشاكل زين، راح تصعد يعني يصير الدم سام للجسم. فهسه اريد اركز اول شيء بين ماذا تحدث، بين القلب واجهزة الجسم او بين القلب and other body part. شنو الهدف منها او شو اقول شنو وظيفتها، خل اقول شنو وظيفة هاي الدورة، خلي اظلي بغير لون على مود تحددوا لي يا ماما. شنو وظيفة او الهدف من هاي الدورة؟ هي انه تنقل الاكسجين المن الى خلايا الجسم وتزيل ثاني أكسيد الكربون أو كربون دايوكسيد السام من الجسم. هاي أهميتها زين. أي كيف تحدث؟ ما هي آلية الحدوث؟ يعني آلية الحدوث مهمة عندي. فلاحظ هسه هنا أين تحدث وبعد غير أين تحدث، ما الهدف منها. إجيت هذا الشريان الأبهر، من هو هذا؟ البارت اللي هو الشريان الأبهر هذا راح شبيه راح يتفرع إلى شرايين صغيرة smaller arteries، شرايين صغيرة. هاي الشرايين بعد شرايين صغيرة، بعدين شو يقول لكم هنا، شوفوا هنا هسه تاخذوا لياها شرايين أصغر بعد شرايين بعد وشعيرات دموية، يعني تتفرع إلى أن تصير صغار صغار، آخر شيء يصير capillaries على التوالي زين. من الكابلاريز الأكسجين and the blood molecules، جزيئات الفود العفو molecules، جزيئات الغذاء القابلة للامتصاص الأبزورب
اللي الابزوربد اللي تم هضمها تحويلها الى امينو اسيد نتيجه بروتين هضمه او الى دهون يسحولها احماض دهنيه همتين تاخذوها يعني ناتجه عن هضم الدهون. شنو اللي المواد الغذائيه اللي تم هضمها راح تصير جزيئات غذائيه قابله للامتصاص والاكسجين المن راح يروح راح انطيه للبلد سيل لخلايا الجسم على مود تستخدم هاي الخليه للتغذيه وللتنفس. كربون دايوكسيد راح ينتشر من خلايا الجسم المن للبلد للدم وبعدين الدم راح يصير دي اوكسجينيتد يصير الدم غير مؤكسج عيد العباره هنا أنا. هاي آلية التبادل أو آلية الإكستشينج. الإكستشينج شنو يسحوا له التبادل اللي يصير ما بين الشرايين والأوردة أو التبادل اللي يحدث بالكابلاريز بالشعيرات الدموية. أكفستي شو دوختينا هذه النقطة اثنين إيش تتحدث من إجينا أخذنا الشعيرات الدموية مخذنا وريد وشريان ورجعنا أخذنا شعيرات دموية إيش قلنا على الشعيرات الدموية سولفنا قلنا هي وظيفتها أول شيء جدران مالتها راح تكون ثن ليش على مود تسمح للماتيريال للمواد اكستشينج بسهوله يصير تبادل للمواد ما بين الدم وخلايا الجسم. هاي هيك حكيناها احنا سو ذا وايت بلود سيل ممكن تتحرك. هسه انا ما لي علاقه انا اريد اركز بس على هاي الفقره انه يصير ماتيريال اكستشينج بسهوله ما بين الدم وخلايا الجسم. شلون دي يصير هذا؟ هذا دي يصير من خلال الدورة الدموية الكبرى بالنقطة الثانية انه هذا الابهر راح يتفرع الى شنو؟ الى شرايين arteries بعد arteriolysis اللي هو شرايين اصغر بعدين يصير capillaries راوي لي اياها بعد اكثر هاي الفقرة دي السول فيها هاي هنا هاي امي هذا الشريان الابهر راح يتفرع الى شرايين واحد يصعد فوق واحد ينزل جوا هاي الشرايين بعد هنا تتفرع الى ان تصير صغيره كلش اللي هي من هي هاي الكابلاريز. هاي الكابلاريز راح تروح او تنفرش بيت تنفرش الى كل انسجه الجسم هذا ما مطلوب من عندكم ليش تروح كل خلايا الجسم ليش تكون محمله بالاكسجين تكون غنيه ومحمله بالاكسجين بعد طبعا هنا كاتب لكم فقيره بالسي او 2 ما تهمني وبعد بها جزيئات الغذاء فود موليكول الجزيئات اللي صار بها قابله للابزورب للامتصاص جزيئات الغذاء القابله للامتصاص زين هسه هذا الاكسجين والفود موليكولز وين موجودات بالكابلاريز بس من جهه الحمراء من جهه الشرايين راح المن ينطيهم تنطيهم لخلايا الجسم ايش تستلم من خلايا الجسم راح تستلم كربون دايوكسيد طبعا اكو مواد املاح وشغلات ما يحتاجها الجسم بسيطه ممكن توصل بس انا راح اركز هنا منهجكم يركز على الكربون دايوكسيد زين راح تنتشر للبلد من جتي من خلايا الجسم راح تروح المن للدم الدم الموجود وين بالكابلاريز بالشعيرات الدمويه لذا راح يصبح الدم هنا دي اوكسجينيتد ليش لان صارت عمليه ماتيريال اكستشينج تبادل هو هنا التبادل الغازي هنا حقيقة التنفس خلينا نقول هنا يصير التبادل الغازي الأنف القصبة الهوائية ممرات هاي ناخذين على الفصل القادم فهسه هنا هاي الشرايين الحمراء انطت لخلايا الجسم بلط أو شو نقول عليه انطت دم محمل بالأكسجين وثاني أكسيدك والعفو وفود موليكول شو استلمت منه شو انطت هنا انطت هنا كربون دايوكسيد راح تحمله عن طريق هذني فهنا الدم يصير دي اوكسجينيتد دم فقير بالاكسجين غني بالسي او 2 هسه هاي هنا المفروض انفهمت نقطه اثنين لان هي صعوبتها باثنين الدم راح يجري من الكابلاريز المن للفينز والاورده بعد هالفينز راح تصير اكبر هاي البيج فينز الاورده الكبيره راح تنقل الدي اوكسجينيتد الدم الغير مؤكسج وين تودي بالرايت اتريوم شنو هاي الرايت اتريوم الاذين الايمن الاذين اللي يدخل من عنده اذاناتنا يدخل الكلام من عندها زين الدوره الجهازيه او الدوره اللارج بلاد سيركيليشن راح تكمل كومبليت هنا
ولهنا راح تبدي دورة أخرى يصحولها البوليمينري فلوز، راح تيجي هذه السايكل تتكرر ريبيتد أجين أند أجين، تبقى مستمرة. إذا شريد أقول هنا إنه الدورة اللي نقول عليها السيستميك سيركوليشن راح تبدأ أمياً إذا تنتبهون هنا بهذا الرسم، تبدي لي من الليفت أو خلينا نقول الليفت فينتريكل من البطين الأيمن، بس وياي ركز وراح أغير اللون على مود بالأخضر أخليه، تبديني منه هذا البطين ليفت فينتريكل عن طريق هذا الشريان الأكبر، تروح لخلايا الجسم والكابلاريز، بعدين تيجي إلما الكابلاريز تروح للفينز وتدخل إلما للرايت فينتريكل. إذا تبدي من الليفت فينتريكل وتنتهي بالرايت آتريوم، بالرايت آتريوم مين تبدي مين تنتهي مهمة هاي الفقرة، هاي أريد تركزوا لي بيها. زين، الدورة الثانية اللي هي الدورة البوليميناري رئوية أو small blood circulation، شبيها هاي الدورة، هاي الدورة تصير ما بين القلب والرئة، ركزوا لي أمي، هاي ما بين الهارت واللانجز، بينما ذيك بين من؟ بين الهارت والبادي سيل أو الأذر بارت، هاي باعوها هنا، هاي نقاط مهمة تميز لكم بين القلب وأنحاء الجسم، هناك بين القلب والرئتين. زين، الهدف منها، الهدف ماما مهم، الهدف من الدورة إنه هذا الهدف من عندها شو تسوي البوليمينر سيركوليشن، to charge the blood with oxygen and to remove the carbon dioxide from the body. هناك الهدف منها شنو هو حتى التهم بالوردي، نقل الأكسجين to the body all body cell and remove carbon dioxide السام. هنا بالعكس، هنا باعوها لياها، هنا الهدف منها هو تغيير الدم change أو شحن الدم المحمل بالأكسجين، ممكن نقول and remove إزالة carbon dioxide from the body، إني أخليهن بغير ألوان على مود هاي الملزمة من تستلموها أو أوكي أبقي بالأسود، خاف عندكم مشاكل ها هاي، بس أظلي لهنا بغير لون، لون فاتح شوي، وهنا نفس الشيء مو كلها، ما اريد كلها لان هذا بغير لون يفترض، لان هذا غير شيء، وهذا اين تحدث هذه، ذني نقاط مهمة، هاي اين تحدث والهدف منها، هنا همانتين اين تحدث والهدف منها. زين، الدي اوكسجينيتد بلد يعني يجي الدم الغير مؤكسج من كل خلايا الجسم، المن راح يروح للرايت آتريوم عكس ديج، راح يدخل عن طريق شنو، من خلال الوريد الأجوف الأعلى والأسفل، الفيلا وريد والكافا أجوف الأعلى والأسفل، راح يدخل من خلالهن، ذاك هذا الشريان راح ينقل الدم، هنا لا، راح يدخل من خلال هذه الأوريح. زين، وراح اشرح يصير الدم راح ينساب مين، من الرايت فينتريكل، هنا انتبهوا لي، الدم راح يمشي، هو ما كاتبها هذا، بس هذا مين يطلع لي، من الليفت فينتريكل. زين، هنا الدم راح ينساب من الرايت فينتريكل من البطين الايسر العفو الايمن، وراح يروح المن للشرايين الرئوية، نقطة نظام الشرايين الرئوية تذكروها بالمحاضرة السابقة، شبيهة الوحيدة الشرايين الرئوية، هنا كل الشرايين تشيل دم مؤكسج،
ما عدا الشرايين الرئوية. شيل الدم شبيه غير مؤكسج deoxygenated from right ventricle المل للرئتين. خليت المحاضرات الوحدين على مود تميزوا لياهن ماما ما تشبش عليكم. فهنا بالدورة الرئوية شو راح يصير؟ راح هاي الشرايين الرئوية تطلع مين راح تطلع لي؟ تطلع من الرايت فنتريكل. وين تروح هاي الشرايين؟ تتقسم الى كابلاري الشعيرات سراوند ذا غاز اكستشينج، راح يصير بها الشعيرات الدموية يصير بها تبادل غازي، او اللي تعتبر هي تحيط بها وحدات الغاز اكستشينج، وحدات التبادل الغازي. شو يصحوا لها وحدات التبادل الغازي؟ راح ناخذها بالفصل القادم. يصحوا لها الالفيولي اللي هي الحويصلات الرئويه، هاي وحدات التبادل الغازي تحيط بالشعيرات الدمويه الموجوده بالرئتين. هسه راح اراويكم اياها بالفيديو. هذا الهواء ينتشر من الحويصلات الرئويه المن للشعيرات and carbon dioxide in the blood، يعني الكربون دايوكسيد الموجود بالدم راح يمر الى الحويصلات بعدين اكسهيلد يتم، يعني مو استنشاقه، يتم طرده من الجسم. يعني هاي انا اريد الفقره هاي تنتبهوا لي عليها. الدم راح ينساب من الرايت فنتريكل. شنو هو الرايت فنتريكل؟ من البطين الايمن المن للشعيرات او للشريان الرئوي. ينقسم الشريان الرئوي الى كابلاريز، الى شنو؟ كابلاري شعيرات دموية. هو ينقسم الى اثنين، كل واحد يدخل رئة، بعدين هذا ينقسم الى الشعيرات الدموية. هذه تحيط بها وحدات التبادل الغازي. شو اسمها هاي الغاز اكستشينج يونت؟ شو اسمها هاي الوحدات التبادل؟ راح يسحولها، خلي احط لكم اياها بلون معين، اي راح هاي الوحدات يسحولها بهذا الاسم اللي هي الحويصلات الهوائية. لا ما اريده كله، ان هذا عمود تميزوا لي هاي الفقرة. زين الحويصلات الهوائية، اوكي بس هاي هنا انا اعدلها وارسلكم اياها. الهواء راح ينتشر من الحويصلات الى الشعيرات الدموية الكابلاريز. كربون دايوكسيد الموجود بالدم راح يمر الى الحويصلات على مود يتم اخراجه بعملية الاكسهيليت الزفير، او يتم طرده خارج الرئة. زين بالرئة، شكو بالرئة؟ بالرئة الدم يصبح اوكسجينيتد مؤكسج، وتقوم اللي عكس شغل الشرايين الرئوية الاوردة الدموية بنقل ترانسبورت اوكسجينيتد بلاد المن للهيرت اجين. يعني راح ترجع من جديد هاي الدورة، تبدي من جديد هاي الدورة، راح تصير ما بين، هو حاط لكم اياها هنا، ما بين القلب والرئتين، ما بين القلب والرئتين. تبدي بالرايت فنتريكل اللي هو البطين الايمن، ينقل عن طريق الشرايين الرئوية، ينقل الدم الدي اوكسجينيتد المن للكابلاريز الموجودة بالرئات بالحويصلات، بعدين ياخذ الدم المؤكسج عن طريق الأوردة الرئوية. وين يدخل؟ راح يصب بالبطين الأيسر اللي هو اسمه الليفت آتريوم، اللي هو شنو اسمه هنا؟ المفروض يحط لكم اياه الليفت آتريوم. راح يطلع من هنا، راح يطلع من هذا الرايت اللي هو منه، راح يدخل المفروض للليفت آتريوم. زين لأذني يعني من الرسم ما محاسبين عليهن، بس ذني بصف خامس راح تاخذوهم، بصف خامس راح تاخذون هاي الدورات. اذا بالمختصر هسراويكم مقارنة وراويكم فيديو. الدورة البوليميناري سيركوليشن راح تحدث ما بين القلب والرئتين، تبدي منو؟ الرايت فنتريكل منانة، عن طريق من هو هذا هنا؟ الشريان الرئوي او الشرايين الرئويه والكابلاريز الموجوده بالحويصلات الأبلي، بعدين تنتهي بالوريد الرئوي اللي يدخل. وين يدخل هذا الوريد؟ راح يصب بالليفت آتريوم. يعني دوره تحدث ما بين القلب والرئتين، اما الدوره سيستميك سيركيوليشن او اللارج بلاد سيل راح تحدث ما بين القلب
ما بين القلب وأجهزة الجسم وتنعاد هاي الدورة، تنعاد وهاي الدورة تنعاد. زين، والدورة الثالثة، قبل لا نروح للدورة الثالثة تعالوا وياي شوية. هاني هذا القلب، هذا القلب راح يضخ الدم بقى هنا عن طريق هذا الشريان، يا شريان الشريان اللي نصح على الأبهر. يعني جهاز الدوران راح يعمل ويا الريسبيراتوري سوية الشغل بيناتهم. نيجي على الدورة الرئوية، هاي الرئتين ناخذهم بالتفصيل بالمحاضرات بالفصل الجاي. هاي هي وحدات، هاي دوائر ذني سحولهم وحدات الغاز اكستشينج، الحويصلات الرئوية انصح لهم. هاي هي الحويصلات الرئوية، محاطة بمن؟ محاطة محاطة بالشعيرات الدموية، كابلاريز، شعيرات دموية زرقاء وشعيرات دموية شنو؟ حمراء. وحدة تاخذ اكسجين ووحدة تنطي ثاني اكسيد الكربون، لان تبادل غازي راح يتم بهاي الدويرة. هاي هذا تبادل غازي، شوف اللي تعطي اكسجين، اخذت اكسجين وين اعطته؟ للدم، للهيموغلوبين، لان هو اللي يحمل الاكسجين. زين، هاي راح تنقل الدم ما بين الهارت واللينكس، يطلع يعني اريد دورة واضحة. هسه انا هنا بقى هنا هنا هسه الدم راح يجي ينساب بالشرايين، الدم محمل بالاكسجين راح ينساب بالشرايين، ينضخ يروح بهذا كل انحاء الجسم. هاي النقطة، هاي النقطة اللي تشوفوها هي نقطة الكابلاريز اللي هي اللي يصير بها التبادل بين الغازات والمواد الممتصة، المواد اللي قابلة للامتصاص. خل أراويكم فيديو آخر يتحدث عن جهاز الدوران بشكل أكثر وضوح. نيجي المن إلى آخر دورة اللي هي البورتال سيركوليشن، الدورة البوابية. هاي الدورة اللي صحوا لها بهذا الاسم أو الدورة البابية، هسه رح نفتهم منها. هي جزء من السيستميك سيركوليشن، هي جزء من الدورة الجهازية. ليش؟ هسه راح نجيهم عليها. هسه صار لها اسمين، هاي وهاي، مو اسمين انما لازم امطي سبب ليش هاي جزء تعتبر من هاي الدورة. ممكن يجيب لي ينطيني هاي الجملة ويقول لي شنو معناها او مو شنو معناها، انطيني هذا ساينتفيك ترم، الاسم العلمي او المصطلح العلمي. زين، الدم راح يجي من الدايجستيف اورجان، راح يجي من اعضاء الجهاز الهضمي، الامعاء، which contain راح يحتوي على absorbed nutrients، مغذيات ممتصه. doesn't go directly to the heart، ما راح تروح للقلب مباشره. القلب شو يسوي بيها؟ القلب شو يسوي بهاي المغذيات؟ القلب يريد اكسجين وسي او 2، ما يريد هاي المغذيات موجوده بيها. فقبل لا تفوت للقلب شو راح يصير بيها؟ يعني هسه اني دم راح يجيني من الدايجستيف اورجان، من اعضاء الجهاز الهضمي، الامعاء، يحتوي على شبيه، راح يحتوي على مغذيات تم هضمها وقابله للامتصاص. زين، اللي هي ابزوربد نيوترينت، ما تروح بشكل مباشر للقلب. لعد وين الدم راح يروح؟ للكبد، عن طريق الوريد. من هو البروتال؟ البروتال اللي هو الوريد الكبدي ينصح له. هذا يدخل للرئه، عفوا للليبر، للليبر، للكبد. بعدها راح يصير ريجوليت، تنظيم لكميه المغذيات بالدم. اذا الكبد راح ينظم كميه المغذيات الموجوده بالدم. لان هاي الوظيفه تضاف للوظائف اللي اخذناها بصف خامس، يعني راح تاخذوها. عندي الوريد اللي يسحوله الهيبتيك اللي هو الوريد الكلوي، احنا نصيح له. هذا شبيه وياي، هذا يتم تنظيمه، هذا الوريد الكبدي نصيح له. هو مو الكبدي، هو الهيبتيك اللي العلاقه يغادر بالليفر، راح يغادر الكبد هذا الوريد. وهذا ديليفريد يستلم او يوصل الدم المن للوريد الاجوف السفلي،
اللي راح ينقله الماء للهارت. بعد صار ليش مروا على الكبد؟ صار مرور للكبد من اجل تنظيم كمية المغذيات بالدم. اريد انظم كمية المغذيات بالدم، لان انا هاي المواد اللي تم هضمها وصارت absorbed nutrients، صارت مغذيات ممتصة، هاي شو تسوي؟ تروح للقلب، ما يصير تروح للهارت. فلازم تمر المن لي عن طريق هذا الوريد. تبو هذا ممكن يجيب لكم وظيفته، هذا يشيل دم، راح يجوز تو ذا ليفر. ليش؟ على مود يدخل للليفر، وورا ما يدخل إليه يصير ريجوليت ذا اماونت اوف نيوترينت ان ذا بلاد. وراها يجي هذا الوريد الاخر، هذا شو يسوي؟ هذا يغادر الليفر، يغادر الكبد. شو يسوي؟ شنو وظيفته؟ يوصل الدم للوريد الاجوف الاسفل، على مود هذا الوريد ينقل الدم للقلب. هاي هي الدورة، هاي يجيب لكم إياها يعني مطلوبة من عندكم شرح أو مخططات، هسه راح أسولف لكم عنها. عندي ممكن إنه أختصر الكلام. شنو هو أختصر الكلام؟ أقول أول شيء عندي تعليل خلينا نناقشه، إنه الدم اللي يجيني من الدايجستيف أورجان الانتستين راح يحتوي على مغذيات ممتصة ما تذهب للقلب بشكل مباشر. هذا الدم راح يروح للكبد عن طريق هذا الوريد، وهناك من راح يدخل الكبد راح يصير ريجوليتس، تنظيم للمواد الممتصة بالدم. واكو وريد اخر، هذا الوريد راح يغادر الكبد ويروح لينقل الدم اللي تم التخلص من المواد المهضومة. المواد المهضومة تم امتصاصها وراحت للأجزاء المفيدة، الكبد هو راح يتولى أهمية توصيلها لأنحاء الجسم، يعرف ايش راح يسوي به. زين، عندي ممكن أسوي مقارنة بين الدورة الرئوية والجهازية، وين تصير؟ هاي بين القلب وأجزاء الجسم، هاي تحدث بين القلب والرئة، هاي نقطة مهمة حتى ممكن يجيبوا لكم إياها فراغات. زين، شنو الهدف منها؟ الهدف منها انه تنقل الاكسجين لكل خلايا الجسم وتزيل كربون دايوكسيد السام من الخلايا، بينما هنا بالعكس، هنا تغير الدم او تشارج، تشحن الدم اللي بي اكسجين وتزيل كربون دايوكسيد من البادي. يعني هي نفس الفكرة بس هذه بخلايا الجسم، هاي رح تصير بالرئتين. لازم عندي نقطة ثلاثة. نقطة ثلاثة شن هي؟ نقطة ثلاثة راح تتحدث شنو الشرايين والأوردة راح تتحرك. هنا الأورتي اللي هو الأبهر، وهنا الشرايين والأوردة الرئوية، هاي أضيف لكم إياها هنا لأن هاي كلش نقطة مهمة. ذني الدورات يندرخن أماكنهم، شنو الهدف من عدهم وشنو أسماء الشرايين، ذني مهمات، فلذلك صار محاضرة لوحدهم. مطلوب من عندي بعد أنا أنزل لكم إياه إن شاء الله مخطط، لأن منهج عربي جايب لهم إياه وإنتوا يجيب لكم إياه، لأن مرات تجي الأسئلة مشتركة. وضح بمخطط شلون أنا بالجهاز الهضمي تتبع الفود الطعام المبتلع، بالجهاز الهضمي تتبع بالأسهم شلون جابوا السنة، راح نأخذها على المحاضرة الجاية، انه تخثر الدم او بالمحاضرة اللي وراه تخثر الدم، تتبع بالاسهم، هنا هم ممكن يقول لك تتبع الدورة الدموية الكبرى الصغرى البوابية بالاسهم، شلون بالاسهم انا راح انزل لكم اياه. نفس الشرح بس راح نختصر انه هاي راح تبدأ من القلب، تحديدا من يا جزء بالقلب راح يشيلها هذا الشريان، يتفرع الى شرايين اصغر كابلاريز، يصير تبادل بالدم، بعدين تروح عن طريق الوريد الأجوف الأعلى والأسفل، وراح ما راح أكتب الأعلى والأسفل لأنه ما ذاكر لكم إياه، بس من نقول ذن الأوردة هن من هن؟ الوريد الأجوف الأعلى والأسفل. زين، بعدين راح تروح للرايت أتريوم، تبدي من القلب ميم من الليفت فنتريكل وتنتهي بالرايت أتريوم، عكس هناك، عكس اللي جواها راح تبدأ بيما بالرايت فنتريكل وتنتهي بالليفت أتريوم.
مني أنا راح أسوي لكم إياهن بمخططات وأراوي لكم إياهن أفضل. أتمنى تكونوا استفاديتوا.